تعرف الفيلم قد ايه ما هو حلو، بس في ستارت اند ستوب ستارت اند ستوب. طب انت اتكلمتي على الغنى، مش هينفع اعدي الموضوع ده كده. قولي لي بقى، تعرفي مين من المطربين المصريين او العرب؟ انا بحب محمد حماقي قوي، والله بحب عمرو دياب، ما شاء الله. اوف كورس بحب ام كلثوم، ملحم بركات، احب ناس كتير، عبد الحليم حافظ. انا احب الحاجات القديمة في مصر عشان بحسها، يعني بحس مصر هي ام الفن، يعني هي اول سينما ما عربية. بيقولوا هوليود الشرق. هي اول سينما عربية مش مصرية، هي اول سينما عربية حصلت في مصر، وبعدين طلعت حرب وبيومي عملوا السينما، فكل حاجة، كل حاجة فيها فن بدأت في مصر. طب انا عايزين نسمع منك اغنيه. تسمعي شعبي ولا لا؟ أبسمع شعبي، انت سمعتني وانا يعني عايز بغنيها؟ اقول لكم يا جماعه، واحنا قاعدين بره غنت اغنيه مفاجاه. احنا عايزين نغنيها تاني. فبتحاول تقول، زي بتقول ترخم عليا ايوه صح؟ بالظبط كده. بس ممكن تكون وحشة. لا حلوه جدا، عجبتني. اوكي. ايه لسته كده اللي ماشيته كده، ايه ورد الجناين ده اللي صاحي نايم ده. عارفه مين المطرب اللي بيغني الاغنيه دي؟ اسمه حمدي حاجة، باتشان. حمشي باتش، حمدي باتشان. قالوا لي امبارح. اسمه حمدي باتشان، بس حلوة قوي، جدا فيها من الاغاني ريذم، الشهيره في مصر. it's so lovely. طب انت بتحبي تغني كتير عربي؟